ليس غريبا أن تكون مناصرا لمنتخب بلادك، وإنما الغرابة أن تجعل من تشجيعك للمنتخب أولوية في حياتك. هو حال عبد القادر أو المناصر الوفي كما يلقب، رغم حالته المادية المتواضعة رفع كل التحديات وأبى إلى أن يلازم فريقه أينما حط الرحال لهدف واحد، وهو تشجيع محاربي الصحراء. وكما جرت العادة قرر هذه المرة التنقل إلى البرازيل من أجل مساندة رفقاء فوز غلام في نهائيات كأس العالم. وجميع التصفيات هذه تاع المونديال رحت مع الفريق الوطني من آخر مقابلة تاع التصفيات مع ضد بوركينا فاسو. بدينا إن شاء الله تحضير الإجراءات كاملة والدولة ساعدتنا، تأشيرة للبرازيل ديناها، التلقيح ضد الأوبئة أو الأمراض هذيك هانا درناها. المتجول في شوارع العاصمة وعلى غرار جميع المدن الجزائرية يجذبه إقبال العائلات على اقتناء الأعلام وأخمسة اللاعبين. الناس راهم يجوا يشرو بقوة، نجيبوا السلع كل حاجة جديدة، كاين لي كاسكات، كاين لي شابو تاع الدراري، كاين لي كاسكات تاع لي بيبي، كلهم نجيبوا سلع جديدة تخلص في نهار نعاودو نجيبو غدوة من داك. الناس راهم يشرو نبيعو الجملة نبيعو ديطاك. تخو ولا زوج؟ مظاهر الاحتفال لدى الأنصار لم تتوقف منذ تأهل الأفناك إلى نهائيات كأس العالم. احتفالات تزايدت مع انطلاق التظاهرة الرياضية الكبرى في بلاد السامبا. إن شاء الله يا ربي نربحوا بلجيكا 2-1. الكل هنا متفائل ويعقد آمالا كبيرة على منتخبه من أجل تحقيق نتائج مشرفة. ننتظر نتائج مشرفة جدا نظرا للمجموعة التي نمتلكها، لاعبين مميزين محترفين، ونتمنوا منه إن شاء الله مستوى جميل ونتعدوا للدور الثاني علاش لا إن شاء الله. نحتفلوا إن شاء الله ونخرجوا نديفيليو إن شاء الله الفوز بك للجزائر. أنظار الجزائريين مشدودة إلى المباريات التي سيلعبها الخضر في نهائيات كأس العالم، ليس فقط من أجل دخول التاريخ عبر بوابة بلاد سامبا، وإنما لتشريف الكرة العربية أيضا. فريد رشدي، العربية، الجزائر.